التشرع بتعاليم الدين ومعرفة أصوله، التدين. تحية لكم مشاهدينا الكرام، وأنتم ترافقون وحلقة جديدة من برنامج اللبنة الأولى، والحديث اليوم عن التدين مع ضيفتي الكريمة دكتورة إيمان الموسوي. تحية لك دكتورة. تحية لكم وحياكم الله. دكتورة، ما علاقة العبادة بالتدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التدين هو التمسك بعقيدة معينة في السلوك في الحياة اليومية، ولا يحيد عنها الإنسان أين كانت هذه العقيدة. فمتدين ليس بالدين الذي قد وضعه الإسلام، يعني ليس فقط بالدين الذي وضعه الله سبحانه وتعالى عندما قال إن الدين عند الله الإسلام، فيكون هو متدين ضمن عقيدته وشريعته، وبالتالي لا يرى إلا ما يراه الدين، ولا يسلك إلا ما يسلك الدين، وحتى الطقوس والعبادات التي يلاحظها أو يؤديها ضمن الدين الذي يتدين به. هنا تأثير هذا الدين يعني بالنسبة للسلوك وبالنسبة لحياة الإنسان، قد يشعر بتكامل خلال هذا الدين أو خلال هذه العقيدة أو التمسك بها، وبالتالي تصل إلى درجة يعني بعيدة أحيانا عن الواقع، ما نجده في بعض الشعوب الآسيوية من متابعة لحياة تلك الشعوب، نلاحظ أن هناك مسيرة، هذه المسيرة أعوام وأعوام وضمن الظروف الجوية المختلفة في تلك الدول، وهو يسير يعني، وأكيد المشاهد مطلع على هذا الموضوع وشايفة، يسير يعني خطوتين للأمام ثم يجثو ثم ينبطح على الأرض بحركة مستمرة سنوات عديدة، إلى أن يصل إلى في شريعته إلى المكان، وهو يبحث عن لا أعرف عن ماذا يبحث، هل يبحث عن البوذا اللي هي ضمن الديانة البوذية، أو يبحث عن السعادة، أو يبحث عن الدين في هذا أو في تلك العقيدة، في تلك الحركات، يعني يبحث عن في تلك الحركات يعني أداء، وهذا الأداء يعني هو السلوك، وتمسك بهذا السلوك، وبالتالي عندما يصل إلى قمة جبل أو يصل إلى قرية نائية يستقبله هناك الرهبان أو ما يسمى بالرهبان أو رجال الدين، ويبدأ بحلق رأسه وارتداء الزي اللي هو يرتدونه هناك في ضمن هذا. طبعا هذا التدين أو هذا التمسك بالعقيدة قد نراها نحن من وجهة نظرة أشياء خاطئة أو ليست لها لازم، لكن الأئمة سلام الله عليهم يوصون أن لكل أمة مذهبها ودينها وعقيدتها، فكل إنسان كما في عندما تحدث أحد الصحابة مع شخص أو غلام وقال له يا ابن كذا، قال لماذا تقول؟ قال أنه يهودي أو من غير ديانة، قال لكل ديانة لها عقيدتها ولها يعني أعرافها، فكل دين إلى عاداته وأعرافه وسلوكه، ولكن يبقى الدين دين الله سبحانه وتعالى. طيب دكتورة، يعني هناك مفردتان، الدين والتدين، هما مفهوم أو عنوانان لمفهوم واحد، أم أن لكل منهما مفهوم يختلف عن الآخر؟ هو كلفظ لفظ واحد، الدين يعني مصطلح، والتدين هو معناه التمسك بالعقيدة أو التمسك بالدين أين كان هذا الدين. يعني التدين قد تكون من صيغة المبالغة باللغة أو اسم تفضيل حسب يعني ما يحضرني بالوقت الحاضر، يعني هذا التصريف بالنسبة للغة أو بالنسبة هو للألفاظ. مفهوم واحد كدين أو ديانة. الديانة كيف نعرف هذه الديانة؟ من خلال السلوك، ومن خلال التدين، خلال التمسك بهذا السلوك، فنقول أن الإنسان متدين. الآن المتعارف عليه إنسان متدين أو إحنا أو مؤمن، يعني مؤمن بعقيدته، مؤمن بدينه. طيب دكتورة، التدين أسلوب واحد وصورة واحدة أم أساليب وصور متعددة تختلف باختلاف الزمان والمكان؟ إذا تحدثنا في إطار تعدد الأديان أو في إطار الدين الواحد، يعني الدين الإسلامي، نجد مثلا في منطقة معينة أو في دولة معينة مظاهر التدين تختلف عن مظاهر التدين في بلد آخر أو في دولة أخرى، هل هذا صحيح أنه التدين يختلف في أساليبه وفي صوره؟
احنا قبل ان نذهب الى التدين في الاساليب، وهذا ايضا ما لاحظناه من خلال الشعوب واحتكاكنا مع الشعوب الاخرى، وجدنا يعني ان الدين وجد الدين مع وجود الانسان، لان الانسان دائما يبحث عن عقيدة او يبحث عن شيء يريد ان يتمسك به. وهذه القصص التاريخية عن الانسان منذ الخليقة، الانسان منذ الخليقة الله سبحانه وتعالى انزل معه الدين او العقيدة السماوية، يعني كل مجتمع الله سبحانه وتعالى بعث فيهم انبياء ونبي، نبي وانبياء ورسل من الخلق الى قيام الساعة، ما زال هذا الانسان او الدين ينبغي ان يكون مستمرا. هنا الاختلاف ضمن قد يكون ضمن المنطقة الواحدة في السلوك وليس في الدين نفسه، الدين واحد. إذن في التدين، في التدين، نعم، طريقة في التدين أو في الدين. التمسك هناك أقوال إياكم والغلو في الدين، يعني هذه الحديث أو هاي يعني هذه المقولة إياكم والغلو في الدين، يعني هنا المغالاة في الدين. طبعا ليش إياكم الغلو في الدين؟ راح تنقل صورة لغير المتدين في هذا الدين، قد تكون تلك الصورة سلبية وبالتالي تؤثر. حتى في الأحاديث الأمة عليهم السلام، يعني الطقوس والعادات، يعني العبادية، أداء العبادات أن تكون بالشيء المناسب وفق المكان. مثلا يعني على سبيل المثال الآن الطقوس العبادية أو الشعائر الحسينية على سبيل المثال، الباقيات الصالحات، هذه إذا أردنا أن ضمن الباقيات الصالحات أن الشعائر الحسينية في المنطقة، يعني في منطقة مثلا بالعراق، تؤدى بالشكل المناسب كما ذكرت في زمن الإمام رضا عليه السلام، ما ذكرت ووضع يعني المآتم والعزاء في زمن النبي، طبعا نضعها بهذا الشكل. بعض الدول المسلمة بها نسبة من الشيعة يؤدون المراسم أو الشعائر الحسينية لكن بطريقة الديانة اللي تدان بها الدول المجاورة، على سبيل المثال مثلا الباكستان وقربها من الهند، هذا اللي لاحظنا. هناك مثلا في الباكستان هناك حسينيات، الأخوات الباكستانيات قالوا أن هذه الحسينيات تقام بها الشعائر واللطم والجرح بالسكاكين على الظهور، لكن عقيدتهم ما هي؟ أنت ليس بالضرورة أن تصلي أو تصوم، فقط حب الحسين بهذه الطريقة. طيب هذا تشويه للدين، فهنا صار الاختلاف من منطقة إلى أخرى وحتى في منطقة. إذا التدين أو الدين بشكل عام أو بأساسياته هو واحد، لا يختلف من منطقة إلى أخرى، لكن يختلف عندما يكون هناك فيه عدم دقة وعدم صحة أو ليس في صلب التدين والدين. نعم، هنا صار اجتهادات، قد تكون هذه اجتهادات مغرضة لتشويه الدين. طيب يعني احنا اذا نرجع الى قول الامام الصادق، من هو الشيعي؟ هم المخمصة بطونهم وسيماهم في وجوههم من اثر السجود، يعني حتى اذا تحدث تجد حلاوة في حديثه، يعني به صفات واضحة، لكن هذه الصفات اذا نريد نطبقها على نسبة كبيرة يدعون انهم من الشيعة او انهم من الموالين لاهل البيت عليه السلام او من المتدينين، شوفها ما تنطبق عليهم. لكن المغالين اللي ذكرهم المعصوم إياكم والغلو في الدين، إذن هي هاي النقطة، نجد هذه المغالات هي اللي تشوه الدين. هذا فيما يتعلق بأساليب التدين. دكتورة، التدين أشكال وأنواع، غالبا ما نسمع أن هناك متشددين وهناك متطرفين، خصوصا في نشرات الأخبار أو حتى في القنوات بشكل عام، بوسائل الإعلام، بالصحف، حتى في الكلام العادي في يعني بين الناس، إنه هناك متشددين، هناك متطرفين. هل هناك أنواع من التدين، بحيث هناك تدين معتدل وتدين متشدد ومتطرف، ومن يحدد التدين المتشدد من عدمه؟ إذا نجي للديانات الأخرى، بعض الديانات نقول المنقرضة، بعض الديانات إذا أريد نسأل
يعني لا أريد أن أسمي التسميات، لكن هناك تماس مع مثلا مجموعة موجودة في بلاد الشام، نسألهم يعني شنو الدين. يعني إحدى الأخوات كانت متدينة ضمن دينها يسمون بالموحدين، حكيت وياها بصراحة يعني منو مرجعكم ترجعون؟ يدعون أن مرجعهم هو سلمان الفارسي، يدعون أنه أو سلمان المحمدي عليه الرحمة، يقولون أنه هذا مرجعنا باعتبار عند علوم الأولين والآخرين، وهم من الموحدين ويسكنون في جبال لبنان وسوريا. كانت ترتدي النقاب والحجاب، لكن تقول وجدت أنه هذا مو دين، هذا تشدد، فخرجت هي كروح إنسانة راقية، روح يعني ممكن بالممارسة تنجلب إلى الدين الإسلامي الحقيقي. وبالتالي عندما نسألها عن الدين تقول ما يعرف الدين، فقط الرجال الدين اللي هم المشايخ الكبار. ما هي الطقوس؟ أيضا طقوس لا يعرفها. هذا دينهم مثل ما يدعون ممنوع الدخول إليه، لكن اللي يطلع من عنده ينطرد واحتمال يغدر به ويقتل. طيب هذا نوع من الغلو والتشدد في الدين في منطقة موجودين بيناتنا يعني، وإحنا في تماس معهم. بقية الأديان الأخرى مثلا يعني أيضا ما أذكرها، لكن نجي نقولهم عندهم يوم مباح لكل شيء. هل معقول هناك دين سماوي يبيح الأشياء؟ طبعا هذا أي أديان ماكو أشياء مباحة به، وبالتالي هنا يأخذون ذريعة بحجة أن الدين ما يعرفه فقط المشايخ. طيب أنت الإنسان العادي إذا كنت متدين ضمن هذا الدين أو متمسك بعقيدته، كيف يكون سلوكك؟ هل مرتبط بالشخصية الفلانية؟ إذا كان مرجعكم الشيخ الفلاني ومات هذا الشيخ، من يأتي بعده؟ مفروض دراسات، وكما في التربية الصينية السابقة أو اليابانية كونفوشيوس عندما كان ومئات السنين يدرسون حتى يصلون إلى مرحلة التشدد. يمكن أنه حدد من خلال نفس الدين، فإذا كان فيه خروج أو فيه غلو أو تعالي عن أحكام الدين نفسه فيكون التدين متشدد هكذا. هو إذا كان غلو في الدين، لأن هو إحنا ما نعرف هذا الدين شنو هو، حتى الغلو درجة الغلو ما هي. إحنا إذا نجي على الدين الإسلامي، ما المطلوب من الدين الإسلامي؟ الدين الإسلامي هو سلوك، هو معامل، هو أخلاق بالدرجة الأولى. طيب والعبادات أيضا واضحة، ودين الإسلامي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بعد النبي، الأوصياء أو الوصي أو الأئمة إلى أن يرث الأرض بما عليها إلى صاحب الأمر. يعني هاي عقيدتنا. فهنا إذا كان تشدد في نفس الدين في نفس العقيدة، نوع التشدد شنو؟ مثلا الحجاب أن يكون مثلا بالشكل الكذائي، يعني يكون مغالاة بالحجاب، إذا هذا صار تشدد ضمن الدين. إذا كان العبادة مثلا بالصوم والصلاة، المريض إذا هو مريض ويصوم هذا راح يكون غلو. نعم، في مفاصل يعني جزئيات بالدين واحد يتبعها. أحسنتم دكتورة، واصل الحديث معك عن موضوع التدين، لكن اسمحي لي بفاصل. مشاهدين الأكارم، فاصل ثم نعود، تبقوا معنا. عدنا معكم من جديد مشاهدين الأكارم، تحية لكم وتحية لضيفتي الكريمة دكتورة إيمان الموسوي، مرحبا بك سيدتي. حياكم الله أهلا وسهلا. دكتورة، فيما يتعلق بموضوع التدين، أسأل تحديدا عن طريقة الخطاب الديني، كيف يؤثر على التدين خصوصا في تدين الشباب؟ اليوم نحن نجد أن الخطاب الديني وطريقة الخطاب الديني يؤثر أما سلبا أو إيجابا، أو بمعنى آخر أما جذبا أو نفورا للشباب فيما يتعلق بمسألة الدين. فطريقة الحوار وطريقة الخطاب هي التي تحدد انجذاب أو نفور المتلقي للخطاب. إحنا قبل الخطاب هناك سلوك، السلوك العام، اتباع مثلا في هذا البلد القوانين هي السائدة، القانون الوضعي على سبيل المثال، قانون المرور، قانون إذا ضرب الإنسان قانون المرور ويدعي أنه متدين، إذن هذا ليس بمتدين. إذن هذا السلوك لا ينعكس
بشكل إيجابي، أن هذا الإنسان أنا ما أقدر أتابعه وأتابع خطابه إذا كان هو لا يحترم القوانين، سواء القوانين الوضعية أو القوانين الإلهية، من ناحية السلوك. من ناحية الخطاب، يعني إحنا ليس فقط القول، يتحدث ويتحدث لكن لا يعمل. يعني نلاحظ أنه الإنسان هل يعمل بخطابه أو فقط يؤجج مثلا. فالتدين يعني حتى نكسب بالنسبة للدين الإسلامي أو بالنسبة للمذهب الحق، أولا الخطاب أن يكون ضمن أهداف محددة. الخطاب يأتي من المرجع، يعني الخطاب ليس هكذا يكون عبثي، يأتي للحالة الظاهرة. ما هي الظاهرة؟ معالجة ظاهرة معينة. يعني الآن ظواهر كما في خطب الجمعة، شوف في كل خطبة معالجة لحالة معينة والتأكيد عليها ووضع دراسة لها، حتى يكون هناك مثلا أنه فعلا الدين هو لتقويم حياة المجتمع بصورة عامة، يعني ليس فقط المسلمين، وإنما من يعيش في هذا البلد المفروض حقوقهم مكفولة تكون بسبب هذا الدين أو بسبب هذا الخطاب. وهذا ما حصل ولاحظناه يعني بالأحوال اللي مر بها البلد. بالتأكيد حتى القرآن يقول وجادلهم أو بالتي هي أحسن، نعم، وأكد على مسألة حسنة. بالضبط، نعم. مسألة الخطاب. دكتور، انتقل إلى مسألة أخرى لا تقل أهمية في موضوع الدين أو التدين، هي موضوع المظهر. اليوم غالبا ما نجد عندما في الشاشات أو حتى يعني في كلام الناس العادي أنه المظهر المعين للأشخاص، بعض الزي مثلا، بعض التسريحات الشعر أو قصات الشعر، هي يعني توحي بأن هذا الشخص مثلا متدين. هل فعلا المظهر يؤثر وينبئ عن مثلا تدين شخص معين، أم أن التدين هو حالة قلبية ليس لها علاقة بالمظهر؟ ولماذا اليوم أصبحت هذه الظاهرة، ظاهرة المظهر، هي من يحكي عن الدين والتدين وبالتالي يؤدي إلى الانجذاب للدين أو النفور عنه؟ البعض يتخذ من الدين يعني مادة، يعني سوق معاملة. البعض منهم يعني يتزيى بزي الديني، وحتى يعني يكون ما أقول طلبة العلم، وإنما البعض منهم أنه يرتدي هذا الزي حتى يكسب ماديا من خلاله. هذا منظر. شيء آخر، البعض مثلا، إحنا العقيدة أو المعاملات، أو يعني حتى في الرسالة العملية هناك المعاملات والعبادات، هذه إذا يبدأ الإنسان بتطبيقها بالشكل المتعارف عليه بشكل مناسب، يعني بدون لا إفراط ولا تفريط. مثلا بالنسبة للشباب، اللحية وحلق اللحية على سبيل المثال، شوف مثلا هو أطلق اللحية لكن خلى بها مديالات، هذه يعني هل نعتبره متدين وهو يعني بهذا الشكل؟ أو الحجاب، حجاب البنت الشابة وحجابها، أما كلون براق أو بيفد نشوز عن المألوف، فيكون زي ملفت للانتباه وبالتالي لا يمت إلى الدين بالصلة. يعني خصوصا يعني هي هاي الناحية بالنسبة للشباب. إذن الوسطية مطلوبة، خصوصا الدين الإسلامي دين وسطي، لا إفراط ولا تفريط في كل شيء، بالسلوك، بالأداء، بالعبادات، وحتى لا يكون غلو في جانب، حتى يكون ملفت للانتباه بشكل يعني مريح ومرتب. دكتور، أشرتم في حديثكم أنه الإنسان بفطرته يبحث عن الدين وعن التدين. ترى اليوم نسمع الكثير من المطالبات وكثير من الأصوات يعني تطالب بأن إلغاء أو بالإحجام عن الدين وجعل الدين في زاوية معينة، وبقية الزوايا تكون خالية من الدين ومن التدين. لماذا برأيك هذا الإحجام الآن عن موضوع الدين، ولماذا هذه المطالبات بأن تكون حتى في مفاصل الدولة، حتى في حياة الشخص العادية، أنه تجعل التدين والدين في زاوية معينة وبقية حياتك بعيدة عن الدين؟ هو لو كان هناك تجربة ناجحة في أي دولة وفي أي مرحلة زمنية ببعد الدين
عن المجتمع وكانت ناجحة، كان فصلنا الدين عن المجتمع وعن الحياة. يعني الآن تاريخ وهذه الكرة الأرضية منذ آدم إلى قيام الساعة، إذا انفصل الدين عن الحياة تكون الحياة فوضى. يعني أولا سن القوانين، يعني القوانين من أين أتت حتى يسنون هذا القانون لذلك البلد؟ أكيد يأخذون من القوانين الإلهية ويسنون، لأنه معاملات بين الإنسان، الاحترام، التبادل التجاري وغيره لازم يكون ضمن مواثيق، ضمن عقود معينة، وهذا تعتمد على الدين. إذا كان قصدهم الطقوس العبادية، ففي أي دولة تجدين في أي دين عندهم يوم محدد اللي هو العطلة الرسمية، من حق أي واحد يمارس الطقوس العبادية في أي مكان بالنسبة للدول الأخرى. لكن هنا هي التهيئة بالنسبة للعراق بشكل خاص، ومحاربة المذهب بشكل أخص وأدق، ومحاربة الإمام قبل ظهوره، هو هذا اللي يظهر على البلد، إنه إحنا خلينا نتنحى عن الدين. بالعكس، الدين هو دين معاملة، يعني دين الإسلامي دين معاملة، دين رحمة، دين مساعدة للآخرين، تنظيم الأمور الدين، يعني أمور الحياة. يعني إذا إحنا ما منظمين، كيف ننظم أمور حياتنا إذا ما موجود نأخذ من الدين ومن القرآن؟ نعم. دكتورة، يعني الآن نتحدث عن ربما نموذجين، نموذج يطالب كما تفضلتم وطرحنا السؤال أنه يطالب بالإحجام عن الدين وعن التدين وجعل الدين في زاوية معينة، والبعض الآخر يريد الدين ويريد التدين، وبالتالي يبحث عن مظاهر معينة، خطاب معين ليكون في زاوية أو في خانة المتدينين. دكتورة، هذا نحن ماذا نريد من الدين حتى نكون متدينين؟ لماذا البعض يبحث عن التدين؟ ما الذي نريده نحن من التدين حتى نبحث عنه أو نحجمه؟ احنا بالنسبة للحياة، إذا كان اندماج الدين بالحياة تنحل كثير من المشاكل. طبعا هاي وجهة نظر الخاصة والقاصرة. على سبيل المثال، المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جامعة، كان الجانب الاقتصادي، الجانب السياسي، الجانب الديني، جميع الجوانب هي تظهر من المسجد. طيب الآن المساجد أو الجوامع للأسف الآن الجوامع فقط لمناسبات الخاصة، مثلا إذا كان فاتحة أو مشاكل تنفتح يمكن نسمع بها صوت الأذان، أذان الظهر أو المغرب، وقلائل من يرتادون هذه الجوامع إلا اللهم إذا كان هنا أو هناك يختلف. إذا الجامع الآن يعيد نشاطه السابق كما في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الآن كم من الجوامع موجودة في الأحياء المتناثرة؟ هنا نأخذ حلقة دراسية لأطفال الروضة فترة العطلة، حلقة دراسية كل واحد يجيب الآيباد مالته وياه، الجهاز الإلكتروني يجيبه وياه، وأبدأ أعلمهم حفظ سورة الفاتحة في هذا المسجد. هو راح يكون في أمان ولا يعبث بهذه الأجهزة. الآن مشكلتنا كبيرة يعني تبريرات واهية بسبب التدين. التدين هو موجود ومعالم الدين موجودة، لكن إحنا ما مستثمريها بالشكل الأمثل. يعني هذا إذا رجعنا التفاتة من الأخوة جميعهم متولين الجوامع والحسينيات، حلقة دراسية للنساء المراهقات الطالبات فترة العطلة، أيام الجمعة، أيام العطل، حتى على الأقل أستطيع أن أوضح ما هو الدين. يعني ما أجبرهم، ولكن أنطي مثل مسابقات. الدين دائما يتعرض إلى موجات من يعني التعدي على هذا الدين ومحاولة إظهاره بشكل غير لائق وبشكل سلبي. دكتور، أهمية التدين ووجود التدين لدى كل شخص في كل منا، لابد أن يكون تدين لكي يستطيع أن يرد على هذه الموجات التي تظهر الدين بشكله غير اللائق. تبني يعني هذا التدين يبني محاور يستطيع الرد على هذه الموجات. طبعا إحنا إذا نقرأ للسلف السابق ماذا نجد؟ خلينا نقرأ كتاب المراجعات للسيد شرف الدين.
دعوة هاي للشباب جميعا لقراءة هذا الكتاب. ماذا نجد؟ هناك حجة حوارية بحديث بين علماء من مذهبين مختلفين، فعندما تقرأين كيف تكون لدي حجة حتى أبحث مع الإنسان الآخر كيف أقنعه إذا أنا ما مطلعة على ديني؟ فأولا يجب الاطلاع بشكل صحيح على مقومات الدين الإسلامي الحنيف حتى أمتلك الحجج في الحوار. بالضبط، وقراءة وحفظ. كم من الحافظين للقرآن وهم يمكن آية واحدة لا يستطيع أن يفسرها؟ كم من الملحدين قرأوا آية من القرآن؟ على سبيل المثال إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ما هو بيت العنكبوت؟ بيت العنكبوت من الناحية المادية قيل العلماء إن هذه المادة النسيج العنكبوت يستخدم كواقي للرصاص، لكن أين الوهن؟ الوهن في تفكيك الأسرة. هنا الوهن مادة يعني معنوية، أن الذكر أو أنثى العنكبوت بعد أن تزوج من العنكبوت تقتله، الأبناء بعد أن تفقس البيوض ويظهر الأبناء يقتلون الأم، وبالتالي متفككة هذه الأسرة اللي هي سورة كاملة عن العنكبوت. وهذه من اكتشفها؟ اكتشفها عالم ملحد أراد أن يحاجج بالقرآن، أحد علماء السعودية. إحنا ما مطلعين على الدين، يعني نحن نأخذ القشور من هنا وهناك ومن الاستنساخات اللي تجينا، وقرأ هاي المادة وانشرها كذا ويصير عندك كذا. هاي للأسف الشديد، يعني نرجع للأصل اللي هي أحاديث الأئمة، وبالتالي المباحثة والمداولة بين المتدينين نطلع بنتاج يفيد المجتمع. أحسنتم دكتورة إيمان الموسوي، وشكرا جزيلا لكلماتك الطيبة. شكرا جزيلا لكم، حياكم. الشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم على حسن المتابعة، نلقاكم مجددا في اللبنة الأولى.